مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. كما تبعتوا معنا لازلنا على تتبع الملف إيمان 26 سنة للأم اللي حلات فيها عينيها هي والأب، كتعطيها سر قبل 3 أيام من الوفاة ديال الأم. قالت لها أنا ماشي أمك وهذا ماشي باك، السر كاين عند حافظة ومحجوبة. مشاهدينا الكرام، في خضم الموضوع من هنا انطلقنا، وعدد كبير من المغاربة مشكورين تبعوا معنا الملف. الكل يساهم التعاطف ديالو، الناس اللي ملمين بهذا الملف وعندهم بعض النقط اللي مهمة في الموضوع ربطوا الاتصال بإيمان، الكل يساهم، وهذا شيء زعما رائع بشكل كبير. مشاهدينا الكرام، الخطوات اللي تبعنا، تلاقينا مع محجوبة، عطاتنا أسرار اللي قدرت توفر عليها، ولا زلنا في الموضوع ديال الاسم اللي داولنا بشكل كبير اللي هو ديال حفيظة. من بعد أول إنسانة ظهرت عندنا اللي هي فاطمة. فاطمة كان واحد الإحساس قوي بينها وبين إيمان، وإن لما لا تقدر تكون هذه هي الأم ديالها. من بعد الجديد في الموضوع أنه فاطمة كانت كتقلب على جوج ديال البنات، لقات وحدة بالطور ديال الله، مكتب الله عز وجل ومجهود المغاربة اللي قدروا انهم يوصلوا فاطمة الابنة ديالها. من بعد كان اول ظهور ديال فاتحة اللي هي في اليسار ديالي، اللي تا هي نفس المعطيات عطات بنتها في 1996. من بعد 3 ايام اللي تزادت القمة في الغرابة للملف، عدد كبير من المغاربة داروا مجهود جبار، وهذا قلته في الفيديو السابق. نعم، الكل يستحق الشكر والتنويه في المغرب، في المغاربة في المغرب وخارج المغرب، الكل يساهم من أجل الوصول للهدف. هنا غادي نشوفوا واحد الحاجة اللي لفتت انتباه ديالي بشكل كبير، أنه إيمان كتب رب العالمين باش فاطمة تلقى بنتها، والجديد في الموضوع هو التفاتحة تلقى بنتها. المغاربة لهم دور كبير انطلاقا من المعطيات اللي شفتو في الفيديو السابق ديال فاتحة ملي دوات مع حفيظة، عطتها مجموعة من الأسماء، عطتها معطيات. المغاربة داروا مجهود جبار، وصلنا للهدف. الهدف في الأخير أنه فاتحة ماشي هي الأم ديال إيمان. كيفاش؟ تبعوا معايا، عطيتك المعطيات كلها ولقيتيها باليقين. أنت المنطقة اللي هي اعتقد زاوية سيدي اسماعيل نواحي جديدة قريبة لك حفيظة، نعم، تما عطيتيها البنت، وما تيقولوا بلي كتبتي معاهم. لا ما عطيتهاش في زاوية سيدي اسماعيل، عطيتها لها في دارها. لا ما تيهمنيش المكان، تنقول لك القبيلة من تما نتوما. انا هاد المعطيات اللي غنقول لك قولي صحيحة ولا لا. صحيحة. زاوية سيدي اسماعيل تما من الجوار ديالكم، عطيتيها البنت، كتبتي معاهم، من موراها تقطع الاتصال ديالك. الاتصال ديالهم بالكل. كنمشي عندك تقول لي ما عمرني بقيت شتهم ابدا. كنقلب عليها تقريبا من هذاك الوقت شي 16 عام من وراء باش عطيتها. الجديد اللي عندي في الموضوع بهاد المعطيات اللي انت عارفهم فيهم اليقين، كتذكري راه سنين طوال ولكن كتذكري، ايمان ماشي بنتك. حفيظة عطات لواحد السيده بالضبط المكان ديالها كاينه في بنجديه، حتى اللي كيسمعوا عارفين الملف راه فاهمين علاش كنهضر. المكان في بنجدية، هي اللي عندها الابن وكاينه في المغرب، وكذلك الله تزوجات. هذيك هي بنتك، هذه مصادر موثوقة، والمغاربة عارفين اني ما غاديش نبالغ في الكلام الا اذا كان عندي اليقين. هاد المعطيات انطلاقا من حفيظة لهاد الناس، دوك الاسماء اللي عطاتك البعض فيهم كاينه هاد الامور، وبنتك لا زالت على قيد الحياة. يلا تزوجت مؤخرا، والعنوان ديال الام اللي ربات بنتك هو بنجديه، والاسم ديالها ابتسام. رايك فادي؟ واش نقول لك الراي ديالي؟ انا حفيظه هي اللي عارفه كل شيء، حفيظه هي السر. حاليا دابا الان كتقول لي انا ما كنعرفهاش، كتقول لي انا ما كنعرفهاش. انا من نهار اللي داو بين يديك ما بقيتش كنعرفهم. هنا غادي يوصلوك انت المعطيات كاملين، وغادي يوصلوك العناوين، وغادي تبحثي عند محافظة وعند هاد السيده اللي ربات بنيتك. كيبقى الاطار الاخير هو اللقاء ديالك بها، واش في قبول من الطرف الثاني ولا الرفض الله اعلم. الهدف في الموضوع هو انك انت تشوفي بنيتك. نعم، الهدف في الموضوع هو تشوفي بنيتك. نشوف بنتي،
انا بغيت نشوف بنتي كيما كان، بغيت نشوفها، بغيت نشوف بنتي باي طريقه. انت ما عقلتيش شنو اللي كتبتي معاه؟ لا ما عقلش، عندي 22 عام هذاك الوقت، ما عقلاش ما عقلاش ما عقلاش ما عارف، دارت بيا الدنيا ملي داو لي بنتي. ودابا كنقول بنتي انا بغيت نشوفك، بغيت نشوفك غير مره وحده، عنقيني ساعه ولا ساعتين، انا بغيت الحنان ديال البنت، وانا راه ما عنديش، وبقيت على قبل كنقلب ما تجوش مولت، بقات حياتي كلها دايزه هكايا، وانا مريضه دابا كنشرب الدواء، كنشرب الدواء باش نعس بكثرة التفكير وبكثرة المرض اللي مرضت، خرجوا لي الدواء على 2 مرات باش نعس باش نزا شويه. ملي كنمشي عند حفيدك كتجري عليا كتقول لي بنتك راه ما كنعرفهاش، والناس اللي داوها راه ما كنعرفهمش. هذاك الشيء كله اللي قالت لك البارح صحيح؟ اللي قالت لي. حنا غادي نبقاو مستمرين معاك ان شاء الله ونشوفوا النتيجه ديال الملف. مشاهدينا الكرام، كما قلت في الفيديو السابق، يد وحده ما كتصفقش، والتحليل اللي حللت اعتقد نتمنى انه يكون صائب، وكذلك المغاربه لهم مجهود كبير والله العظيم. حنا ما نقدروا نتوصلوا حتى لشي نتيجه، دورنا هو ايصال صوت ومعاناه هذه السيده من اجل الوصول لابنه ديالها، ونطمئن على بنتها وتعرفها تشوفها. هادشي اللي طالبه هاد المراه، ما طالبه حتى حاجه اخرى. مجهود كان جبار ديال المغاربه، ربطوا بين الاتصال ووصلت الامور بدقه. كنعرف العنوان، كنعرف المعطيات كلها، وكذلك هاد الناس اللي غادي يتواصلوا معها وغادي يفيدوها انه توصل للبنيه ديالها باش تطمئن. هذا جانب الدور، مكتب الله عز وجل، مجهود كبير للمغاربة، والنية الصادقة، لأنه في الموضوع إيمان كانت هي السبب. قصة إيمان هي باش فاطمة لقات بنتها، هي باش فاتحة دابا غتشوف بنتها. أنا كتطرح سؤال، هو موضوع ديال إيمان تجاه حافظة آسفي، هو جوهر الموضوع. تمنينا الأطراف اللي كانت معنا في الأول انطلاقا من محجوبة والعائلة ديالها انهم كانوا يساعدونا في هذه المعطيات اللي وصلنا ليه، لانه في هذه الظرفيه ايمان عشت في متاهه. واش فاطمه يمها، واش فاتحه، ممكن يظهروا حالات اخرين ونساء اخرين، وهنا اشكال النفسي اللي كتعاني فيه ايمان في خضم الموضوع. البعض اللي اتصلوا بايمان ساعدوها من جهه، وهناك بعض اخر اللي ساءوا لها، وهذا سلوك مشين صراحه. علاش انت عاد كتسولي حتى دابا شنو ضحيه ايمان في الموضوع؟ وانا لا زلت متشبت الى طول الله في العمر، غنبقى تابع الملف ديال ايمان حتى نوصلوا للهدف. لا زلنا في البحث بشتى الطرق المشروعه والقانونيه بطريقه وديه للوصول للهدف، في حاله الى تم اغلاق جميع المنافذ. هناك الطرح الاخير اللي هو القضاء، لها الحق ان تبحث عن الام ديالها. ايمان دارت الخطوات الاولى، كتواصل مع الناس ليل نهار، والمعطيات اللي كيجيو لايمان كتقوم الفاتحه، وهكا تعاملت مع فاطمه كتقولهم لفاطمه، كلهم الحمد لله وصلوا لبنيتاتهم. وانا كنقولها وجد مطمئن ان الخيوط اللي وصلنا لها نسبه كبيره هذيك هي بنت فاتحه، على اساس نرجعوا للقاعده هي ايمان. ايمان حافظة آسفي، موضوع النقاش ومحجوبة. تبعتي معايا التفاصيل، الشكر للمغاربة، عطاونا المعطيات، الأكيد انطلاقا من الأسماء وصلنا للهدف، عرفنا فين كاينة البنت ديالها، لأنه حتى الاعتراف التلقائي ديال حافظة ما نكرتش، أش كيبقى التفاصيل وبعض الأمور فيها الإنكار، ولكن إلا أن هناك مغاربة الله يجازيهم بخير ذكورا وإناث عطاونا داكشي بالتدقيق وصلنا للهدف. أنت دابا القصة ديالك إيمان كتلقاي دابا انت عباد الله لولادهم، ولادهم عباد الله، وانت ديالك ما لقيناهش. اسفي هي الروينه ديالنا ياك. اسفي هو الصندوق الاسود كما كيقولوا الناس في الكومنتيرات، كيقولوا حفيظه اسفي هو الصندوق الاسود، وداك الشيء اللي غادي ندير. دابا بقى لينا حل واحد هو اسفي، هو اللي غادي نمشي باش انني نعرف الحقيقه منها، وكنتمنى انها تقول لي الحقيقه، ماشي نمشي حتى لتما وفي الاخر تقول لي شي حاجه اللي يا اما تنكر يا اما. الحاجه الوحيده اللي بغيت منها هي تقول لي الحقيقه.
هادشي اللي كنطلب منها، وما باغا منها حتى شي حاجه، لا هي ولا واحد اخر. انا الحاجه الوحيده اللي بغيت نعرف غير شكون الام ديالي وشكون الاب ديالي، ما باغا منهم والو. انا كنقولها وكنعاود نقولها، ما باغا منهم حتى شي حاجه، ولو شكون هي مزوجه ومدايره اسره واحده اخرى غير تعيط ليا ونتلاقى انا ويا غير فشي بلاصه بعيد، ما نقول ما تبان ما حتى شي حاجه. المهم هو نعرف انا الحقيقه، هادشي اللي بغيت نعرف. هاد الخطوات، شكرا لك. هاد الخطوات، انتي الخاله ديال ايمان من ربيعه الله يرحمها اللي كبرتها، وهادي وحده في بنيتاتك. تبعتي معنا الخيوط ديال فاطمه، لقات بنتها تتقلبي دابا على الثانيه فاتحه، لقينا الخيوط ديالها في الدار البيضاء، كلشي قريب مزيان. كيفاش كتشوفي هاد الامور ديال ايمان واسفي؟ بقالنا غير اسفي، هذه هي الطريق اللي بقات لنا، وتنترجاو من هاد الحفيده اللي كانت تسمعنا من وصلنا لنا عندها تقولنا الحقيقه لهاد البنيته راه تعذبات مسكينه، وهادشي اللي كاين. تنتمناو تقول لنا الحقيقه باش تبقى ترتاح هاد البنت ما تبقاش. وتنشكروا كاع المغاربه اللي تضامنوا مع ايمان وتضامنوا مع الاستاذ يوسف، وتنشكرهم بزاف واقفين مع ايمان الله يجازيهم بخير. وتنترجاو من هاد الحفيده تقول لنا الحقيقه لو وصلنا لعندها، هادشي اللي كاين. بحكم محجوبه عندها اطلاع على بعض النقط في الملف، ولكن شافت فاطمه عاوتاني عنده من النمره ديال بنتها ديال بنت حفيظه اللي مريضه فاسفي، وشافت فاتحه ما عمرها اتصلت بكم قالت لكم لا راه هذوك الناس راه ماشي هما الوالدين ديال ايمان، ما عمرها قربت لكم الصوره في الوقت اللي حنا هي تنقلبوا، حنا تنقلبوا تنوصلوا تنتصلوا تيربطوا بينا اتصال كنديروا حنا تقريبا واحد 30% باش نكونوا منطقيين، ولكن النسبه الكبيره هما المغاربه الله يرحم لهم الوالدين. يعني الطريقه والتفاعل ديالهم واخدين الملف بقلبهم، هذا هو الحقيقه. اللي خطينا خوتنا راه هما اللي وصلوا للحقيقه، كيما فاطمه وصلت لبنتها كيما فاتحه في المعطيات اللي جاتنا الاكيد، يعني بامور قطعيه مصادر جد موثوقه. هذوك الناس هما فين كاينه بنت فاتحه، يعني هاد المحجوبه ما تساعدناش. نتمناو تساعدنا الرساله ديالك وتتمنى تنطلب ليها الله يهديها باش تقول الحقيقه الايمان. هي مشينا عند بنت عمها وقالت لينا الحل الوحيد هي تمشيو عند حفيده بنت عمي لاسفي وهي تقول لكم الحقيقه، وحنا تنتمناو تقول الحقيقه والله يهديها. نفس السؤال نقول لك، انت كتقولي امي محجوبه وكبرتي معاه، الرساله لك اللي تساعدنا في شي معطيات وتساعدنا على حفيده باش نقدروا نوصلوا للهدف ونسدوا هذا الملف. كيف ما سميتو انا كنقول لها امي وغنبقى ديما نقول لها امي، وانا متاكده هي عارفه الحقيقه من الاول حتى الاخر. عافاك، ما بغيت منك حتى شي حاجه، هي تقول لي غير الحقيقه قبل ما نمشي لاسفي، ما بغيت حتى شي حاجه. انا قلت عمر ما نبقاش نبكي، ولكن هذا الشيء بزاف زاد على الحد بزاف، بغيت نعرف غير الحقيقه. ما بقيتش باغا حتى شي حاجه. بعض المرات كنقول صافي غادي نحبس، ما بقيتش بغيت نقلب، ولكن الناس ومنا كندخل الكومونتيرات وداك الشيء هو اللي كيخليني انني نكمل، كيخليني انني نكمل في هاد الطريق. عافاك امي، قولي لي شي حاجه، وانا متاكده انك عارفه الحقيقه، لا انتي لا بناتك لا ولادك لا كل شيء. قولي الناس جاو عندنا دابا ولقاو والد وبناتهم. الناس اللي عندهم الهضره وكل شيء قالوا لهم الحقيقه لقاو بناتهم، ولكن انتي علاش ناكره؟ وكون قلتي لي النهار الاول ما كناش غنوصلوا لهذا الشيء، حتى النهار اللي مشينا انا والصحفيين والحقوقيه وكل شيء، كون غير قلتي لي الصراحه، علاش هذاك الغموض وعلاش هذاك الشيء كامل؟ بغيت نعرف غير الحقيقه انايا. نعم، هنا كيطرح عندي سؤال، الله يفرج عليك يا ربي. دابا تبعي لنا الخيط ديال بن جديه ياك؟ غتمشي لعندهم؟ غنمشي عندهم ونسول على الام اللي دات لي بنتي، نسول عليها ونقول لها بنتي فين كاينه وريني بنتي. انا ما بغيت منها حتى شي حاجه، انا بغيت غير نشوفها ونحس براسي راه انا عندي بنتي. انا ما بغيت من حتى حاجه، ما بغيتها منها، انا بغيت غير نشوفها، هادشي اللي كاين.
الله يوفقك وحنا معك في كلتا الحالات. مشاهدينا الكرام كما تبعتوا معنا هذه هي خيوط الملف اللي تنوي الرأي العام أكثر في الموضوع. الله عز وجل والدور الجوهري ديال المغاربة اللي اهتموا بالقصة إيمان وتبعوا معنا الناس اللي جاوا عند إيمان اللي كان عندهم عنصر الشك أنهم يكونوا هما الأمهات ديال إيمان وصلوا الوليدات لبنيتاتهم. اللي بقى هي إيمان ما وصلناش للقاعدة. عندنا خيوط هو موضوع ديال حافظة آسفي وكذلك محجوبة إذا كانت تتوفر على معطيات مفيدة في الموضوع. مشاهدينا الكرام الهدف الأسمى وقلته في مجموعة من الناس اللي اتصلوا بي، الهدف الأسمى في الموضوع هو الشق الإنساني والديني من أروع الأشياء أن هاد الشابة تعرف أمها وهاد السيدة تعرف بنتها حتى لا يقع ولاد عباد الله يوما ما في المحضور يولي شي واحد مجوج بخته. هذا هو جوهر الموضوع. ليس الهدف في الموضوع هو خلق فتنة، لأن كيبقى واحد العنصر مهم الكل وبالإجماع وأنا واحد منهم، ولكن كيبقى واحد الإطار آخر نعطيه قيمة. الكل يتكلم على التبني، نعم الأم رابعة ومحمد الله يوليهم رحمة الله اللي رباو إيمان لهم دور كبير وخلاو لها سكينة على قد الحال وما عمرها حست بالنقص، كاينش المشكل. انا غنعطي مقاربه في الطرح الثاني. الا عندنا غير حبه صغيره كتخلق لك شي حاجه كتبقى انت ماشي هو هذاك، وبالاحرى ان تبقى ديما في المخ ديالك كتشوف دوك الناس كتقول ماشي ولدي الاصليين، فين هما ولدي الاصليين. من اصعب الاشياء يعني اي انسان وضع المكان ديالو في بلاصه هاد الام فيما يخص الابناء، ولا وضع المكان ديال ايمان اللي ما عندهاش نسبة ولو 0.1% الخطأ، ما ذنبها؟ هذا هو الإطار اللي بغينا نتبعوه. أرجوكم كما يبقى الحق لأي إنسان أنه يوصل المعطيات ولا هاد السيدة اللي كتشوفنا الآن وعرفت بأنه دي بنيتها ما تدوش معنا، تعطينا غير خبر ونوروا به الرأي العام. لأنه السؤال المطروح لو لم يتم تفعيل هالطريقة بعد إذن الله عز وجل والمغاربة ما كنا غنوصل حتى لشي هدف. باش وصلنا لهاد السيدة لهاد الخيوط بالمغاربة، باش وصلنا لديال فاطمة بالمغاربة، وسوف نصل إن شاء الله بالمغاربة بقوة الله عز وجل الأم ديال إيمان. مشاهدينا الكرام نحن دائما على تتبع هذا الملف وسوف نوافيكم دائما بالجديد حول حيتيات هذه القضية. موضوع جوج الأمهات فاطمة لقات بنتها تبحث عن الثانية اللي بابنة ديالها الاولى غادي تقدر تساعدها بطبيعة الحال. فاتحة خدات الخيط الرفيع اللي غيوصلها للهدف، موضوع النقاش إيمان، من هو الأب ومن هي الأم. مشاهدينا الكرام تعليق المواطن، شكرا لكم.